السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم في فيديو آخر في درس جديد من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي، ووصلنا للوحدة الرابعة وبالضبط الحصة السابعة منها التكاثر اللاجنسي لدى النباتات La multiplication asexuée des plantes. في هذا الدرس غادي يكون الهدف الأسمى من هذا الدرس وهو التعرف على بعض طرق التكاثر الجنسي يعني الخضري لدى النباتات. décrire la multiplication asexuée c'est-à-dire végétative chez les plantes. إذا كما دائما غادي نبداو بصورة الانطلاق وكذلك بالوضعية المرفقة. صورة الانطلاق اش كيوضح لنا؟ زرع إكليل الجبل. إكليل الجبل واحد النبتة، كيفاش كيزرعوها؟ إذا لاحظوا واحد الغصن من ذاك إكليل الزهرة قاموا بغمره أي بدفنه في التربة، فأصبح تقريبا مثل الشجرة الأم أو الشجرة الأصلية. إذا هذه هي طريقة لحدوث التكاثر اللاجنسي أي الخضري عند النباتات. إذا غادي نقرأ الآن هذه الجملة اللي كنا ألاحظ، انتبهوا معي. لاحظت هندو بستاني المدرسة يقوم بعملية دفن غصن شجرة وتثبيته بالتربة فتساءلت عن السبب. إذا هاد هند كانت في المدرسة ما بها ما عليها وشافت البستاني. البستاني هو داك الشخص اللي يقابل داك الجردة ديال المدرسة، مزيان شافتو أنه كيقوم بالعملية ديال دفن غصن شجرة، جاب واحد الغصن دفنوا في التربة وثبتوا بالتربة فتساءلت عن السبب. وبقات كتسائل شو السبب اللي جعلوا انه يدفن داك الغصن ديال الشجرة. بقات كتسائل، ثم بدأت تطرح أسئلة للتقصي. في نظركم ما هي هذه الأسئلة التي يمكن لهند أن تطرحها ويمكن اعتبارها كأسئلة للتقصي؟ إذن عندي سؤال التقصي. سؤال التقصي وهنا الفرضيات. الفرضيات نعم. إذن سؤال تقصي هو لماذا دفن البستاني، لماذا دفن البستاني غصن الشجرة في التربة؟ علاش داك البستاني دفن داك الغصن ديال الشجرة في التربة؟ هذاك الشيء اللي خصنا نعرفو، علاش دار هذه العملية. صافي، بالنسبة للفرضيات يمكن افتراض، إذا أفترض أن الغرض من دفن غصن الشجرة هو تكاثر الأشجار بسرعة، يعني خصو يتكاثر الأشجار بسرعة. افتراض ثاني، أنه يقوم بهذه العملية لكي تنمو هاد الشجرة، لكي ينمو الغصن لتتحول ويتحول إلى شجرة، لكي يتحول إلى شجرة بالغة مستقلة وتشبه الشجرة الأم، يعني الشجرة الأصلية. صافي، تشبه الشجرة الأم. إذن هذوما هما الافتراضات. دائما كنقول لكم بأن الفرضية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، يعني غير ندير الفرضية. صافي، اللي غادي يحدد لي واش الفرضية ديالي صحيحين ولا خطأ هما هاد الأنشطة ديال أتحقق. صافي، مزيان. دابا غندوزو لأتحقق باش نتأكدو من صحة ديال الفرضيات ديالنا. أتحقق، سؤال أول، ألاحظ صور ورسوم الوثيقة رقم واحد. إذا الوثيقة رقم واحد هي هذه. لأتعرف تقنيات يقوم بها البستاني لإكثار النباتات حفاظا على صفاتها المميزة وأعبر شفهيا. إذا البستاني باش يكون عنده واحد الكثرة ديال النباتات وباش يحافظ على الصفات ديالها كيدير مجموعة من التقنيات. التقنيات هما هادو. نبداو بالتقنيه أ، هي تطعيم زيتون، تطعيم ديال الزيتون اللي كنسميوه حنا في الشمال بالدارجه التلقيم، يعني كنلقموا الزيتون. جيد، اذا شنو هو تطعيم الزيتون؟ وانهم كيجيبوا واحد القطعه من واحد الغصن ديال الزيتون وكيديروها في واحد الغصن اخر. هاد الغصن ها كي بحال كيقسموه من الوسط وكيديروا هذا، كيديروا هنايا خشيوه هنايا وكيلوه بواحد الخيط، كيزيدوا على هاد الغصن واحد التربه اللي هي فازقه شويه،
داكوغ، هي اللي كتساهم في الانبات في الاول. اذا التقنيه الاولى اللي كيديرها البستاني هي تطعيم الزيتون. بي، زرع فص ثومين، اذا الزرع ديال الفص ديال الثوم. اذا باش نحصلوا على الثوم كنزرعوا الفصوص ديال الثوم، لان كل فصل غيعطيني بزاف ديال الفصوص، مفهوم؟ جيد. عندي سي، افتسال فراولة. افتسال فراولة هي هذه العملية هذه اللي درناها هنا، ديك زرع اكليل الجبل، كيجيب واحد الغصن وكيديروه وكيطلع عاوتاني. دي، زرع جود موري نعناع. اذا النعناع كنعرفوا بانه كيدير جذور متفرعه فيها براعم، اذا كيزرعوها وكتعطينا واحد الحقل كبير من النعناع، مفهوم؟ ا بي سي دي او، ترقيد غصن تين. اذا كيجيبوا اغصان ديال التين اللي هي ديال الكرموس او ديال الباكور، كيجيبوها وكيرقدوها، وضروري انه يكون عندي واحد الغصن به براعم، مفهوم؟ به براعم لكي نحصل على غصن ممكن انه يكبر، ممكن انه يعطيني شجره ديال التين بحال الشجره الاصليه، الشجره الام. ثم التقنيه الاخيره وهي تقنيه زرع درنات البطاطس. درنات البطاطس هي البطاطس، واحد الحبه ديال البطاطس هي منين كدير داك النباته، ها بحال هكا كدير داك النباته، تما كيكون ممكن اننا نزرعوها، كنزرعوها وكتعطينا حبات اخرى من البطاطس، داكوغ، كيحدث لنا التكاثر. اذا هادو هما التقنيات اللي كيديرهم البستاني باش يكثر النباتات ويحافظ على الصفات المميزه ديال هاد النباتات. جيد، شوفوا السؤال الثاني. اتعرف اهميه التكاثر الخضري، يعني التكاثر اللاجنسي، وفوائده بالكشف عن الغريب من بين الاقتراحات التاليه بوضع علامه في الخانه المناسبه. اذا هنا هاد التقنيات اللي دارهم هاد البستاني تقنيات لا تحتاج ديك الذكر والانثى، اذا هنايا هو تكاثر لاجنسي، مفهوم؟ اذا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نكشف على الغريب من بين هاد الاقتراحات. عندي 4 ديال الاقتراحات، واحد الاقتراح غادي يكون غريب. سرعة كبيرة في التكاثر والانتشار، إذا هذه صحيحة. هذه العمليات هادو كيساعدوا باش يحدث التكاثر والانتشار بسرعة. استقرار مميزات النوع وجودته، نعم صحيح. تحسين تنوع السلالة، هذه اللي خاطئة، داكوغ، ماشي خاطئة، هذه هي الغريبة، يعني هي جملة غريبة على ما يقوم بها البستاني هنا. والزيادة في الإنتاج المردود، نعم هذه العمليات التي يقوم بها تساهم في زيادة المردود. نعم، نمر للنشاط الثالث اللي هو اون فرونسي، انتبهوا معايا. جو بلاس لي لتر دو دوكيمون 1 شاكون دونز اون كاز دو تابلو بور ديستينغي لي تكنيك دو ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف. مزيان، عندي لي تكنيك دو ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف، يعني العمليات او التقنيات ديال التكاثر الخضري او التكاثر اللاجنسي. عندي 6 ديال العمليات، وهنا كذلك عندي 6 ديال العمليات. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نقراو لا فراز وغادي نشوفوها باش من عمليه متعلقه، واش عملية A ولا B ولا C ولا D إلى غير ذلك. إذا هنا ماتخ أون غوس أو أونيون دون لو سول إي ليريغي، أننا نديرو واحد البصلة ولا واحد التومة فاين في التربة ونسقيوها. هذه هي العملية ديال زرع فص التوم، داكوغ، زرع فص التوم هي هذه. إذا هذه بي. هنا العملية الثانية، كوبي ان مورسو دو برونش ابورجيون، يعني انك تقطع واحد الغصن فيه براعم، اها، لو بلاسي دون لا فونت اي دو لا برونش دان اوتر ار اي داتاشي. هذه هي ديك التطعيم ديال الزيتون، كنجيبو واحد قطعة ديال واحد الغصن وكنديروها في واحد الغصن اخر، داكوغ. اذا بروندر اون بارتي دان ريزوم افيك بورجيون اي لا ميتر او سول. اذا هذه سهله، هي دي، داكوغ، هي دي. غادي ناخذ واحد البارتي ديال هاد الجذور اللي هي جذور النعناع وغادي نغرسوها، صافي. ثم غادي ندوزو بروندر لا تيج سوتيرين جيرمي دو لا بلانت اي لا سيمي. اها، هذه هي داك ترقيد غصن التين، صافي، هذه سهله جدا. انفونسي اون برانش rampante dans le sol et le fixer puis le séparer de la plante mère avec avoir grandi. هذه هي داك الافتسال الفراوله، صافي. الافتسال الفراويه هو انك تجيب واحد الغصن، هو اللي دارها البستاني في العمليه الاولى ديال زرع اكليل الجبل، جاب واحد الغصن من الشجره الام ودارو في التربه وغادي ينبت وغادي يدير لنا حتى هو بحال الشجره الام، اي الشجره الاصليه. كوبي ان مورسو دو برونش افيك بورجيون اي لو ماتر دو سول. واخيرا عندنا هنا اف، داكوغ. دابا غندوزو الملخص. عندنا التكاثر الخضري أو اللاجنسي لدى النباتات شائع ويتم عبر عدة طرق كالترقيد، الافتسال، والتطعيم أو زرع الدرنات أو البصلات أو الجدامير. Donc la multiplication des plantes de façon asexuée ou végétative est très répandue. Elle se fait par bouturage et marcottage ou greffage ou par
بلانتاسيون دو تيبركول او بوب او ريزو. اطبق الان السؤال الاول في اطبق. التكاثر الخضري يعني التكاثر اللاجنسي يزيد من سرعه انتشار النباتات. نعم صحيح. هل هذه الجمله التي كتبها تلميذ صحيحه؟ نعم. اها كيسيون 2 جو كوريج لا فراز سويفونت. دونك هاد لا فراز هادي خطا غادي نصححها. La multiplication végétative des plantes est une reproduction sexuée. La multiplication végétative est une reproduction ou la multiplication reproduction asexuée. L'axe asexué. Ouais, la ginsi, mais chi ginsi, ça fait. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالصفحة 54 من الكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمة من هالنشاط العلمي نسبة للمستوى الخامس ابتدائي. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.